في بداية أشغاله تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون يتعلق بالالتزامات والعقود تقدم به وزير السكنة والتعمير وسياسة المدينة يندرج في إطار مجهودات الحكومة لتنويع العرض السكني وامتصاص العجز المتراكم فيه. يتعلق أساساً بتدقيق المقتضيات القانونية المرتبطة بمعاملة بيع العقارات والمنازل التي تكون في طور الإنجاز عن طريق تدقيق هذه المقتضيات القانونية من أجل توفير الضمانات الكافية للمشترين وتحفيزهم على تعبئة مواردهم المالية لتمكينهم من التملك بأداء ثمن شراء عبر عدة أقساط، وفي نفس الوقت تمكين المنعشين العقاريين من الحصول على تسويقات من المشترين، الأمر الذي يسهل إنجاز المشاريع لما توفره هذه العملية من سيولة مالية إضافية يستفيد منها البائع دون أداء فوائد ترفع من تكلفة البناء وكذا من ثمن البيع. كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية تقدم به وزير التربية الوطنية. يتضمن مقتضيات تهم تعريف الغش، تهم ضمان الحماية للمكلفين بالحراسة وجعل الأمر يعني موضوع متابعة جنائية في حالة تعرض له، أيضا يدرج ضمن مقتضيات الغش العملية الغش التي تكتشف أثناء عملية تصحيح الامتحانات يعني بعد الامتحان، أيضا ينص بوضوح على أن حيازة الأجهزة الإلكترونية سواء كانت مشغلة أم لا هذا من عناصر الغش. بعد ذلك صادق المجلس على 3 مشاريع مراسيم تقدم بها وزير الاقتصاد والمالية نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم يخص تنظيم أعمال التشجيع التي تقوم بها الدولة لاقتناء الأدوات الفلاحية لتشجيع الاستثمار الخاص في ميدان التجهيزات ومعدات تتمين المنتوجات الفلاحية، وكذا تمكين الوزارة من إرساء إعانات مقبولة لمجموع التجهيزات وأدوات تتمين المنتوجات الفلاحية. أما النص الثاني فيهم مشروع مرسوم بمنح إعانة الدولة من أجل إحداث مغروسات جديدة من قصب السكر، ويقترح هذا المشروع منح إعانة مالية للدولة بغية تشجيع الفلاحين على إنجاز أهداف الغرس المتعلقة بزراعة قصب السكر المبرمجة لـ5 سنوات القادمة. أما النص الثالث فهو مشروع مرسوم يقضي بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، ويهدف إلى تحديد تركيبة أعضاء مجلس إدارة المكتب لسيما ما ممثلي الدولة وتحديد كيفيات تعيين ممثلي الغرف الفلاحية وكذا الممثلين المهنيين لسلاسل الإنتاج الفلاحية. إثر ذلك وافق المجلس على مشروع قانون تقدم به الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون يوافق بموجبه على الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي الموقعة عام 1981 بستراسبورغ في إطار الوضع المتقدم الذي منح للمغرب في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي. المجلس تابع أيضا مناقشة العرض الذي قدمته وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية خلال مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 2 ماي المنصرم حول مشروع الخطة الحكومية للمساواة في أفق المنصفة حيث تمت الموافقة عليها. كما استمع المجلس إلى عرض للسيد وزير الداخلية حول الوضعية الداخلية للبلاد، وثمن المجلس الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية للحفاظ على الأمن، وأكد السيد رئيس الحكومة على ضرورة تطبيق القانون والمواجهة الحازمة لأي إخلال بالأمن. وفي ختام أشغاله صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. القطاع الأول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، السيد محمد سعيد بن تريس علج في منصب مدير الشؤون القانونية والمعادلات، السيد عبد الإله عفيفي في منصب مدير الميزانية والشؤون العامة، السيد البشير كحلاني في منصب مدير التعاون والشراكة. وهذه التعيينات 3 كلها في إطار الحركية بحيث كانوا يشغلون قبل مناصب مديرية. وعلى مستوى وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية تم تعيين السيد محمد أيت عزيزي في منصب مدير حماية الأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين. ثم أخيرا على مستوى
المندوبية السامية للتخطيط السيد الحسن المعلم في منصب مدير مدرسة علوم الإعلام، هو المدير الحالي، لكن أيضا في إطار بعض المقتضيات المرتبطة بالتنظيمية حصل هذا التغيير.